السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ترحيب، ونرحب أيضا بمستمعينا الكرام عبر تردد 97 FM، كما أرحب بزميلي الدائم في هذه الحلقة فهد الكعبي. حياك الله يا فهد. الله يحييك والله يمسيك بالخير، وأيضا أمسي على مشاهدينا بالخير. في حلقتنا اليوم مواضيع متنوعة وضيوف متميزين، إلى جانب سلسلة من التقارير التي تواكب أبرز الأحداث والفعاليات في الدولة، ومن أبرز ما تتضمن حلقة الليلة: سمو نائب الأمير يستقبل السفيرة الأسبانية. أما خبرنا الثاني: آلاف الأسر المستفيدة من مشاريع صندوق إعانة المرضى بالهلال الأحمر القطري. ونصل وياكم إلى الخبر الثالث والأخير: استعدادات المزارع القطرية لمهرجان الرطب المحلي السابع. نتمنى لهم التوفيق، ونتمنى لكم إن شاء الله زيارة لهذا المعرض، وأيضا التذوق من هذا الرطب لهذه السنة يا فيصل. بإذن الله احنا راح نبدأ إن شاء الله في التذوق من هذه الحلقة، لكن سوف نترك هذه الخوض في هذه المواضيع لهالساعة التلفزيونية القادمة بإذن الله، ونبدأها باستقبال سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم. سعادة السيدة ماريا بيلين الفارو سفيرة مملكة أسبانيا لدى الدولة، وذلك للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عملها في البلاد. ومنح سمو نائب الأمير سفيرة أسبانيا وسام الوجبة تقديرا لدورها في المساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية، متمنيا لها التوفيق فيما سيحد إليها من مهام في المستقبل وللعلاقات البلدين دوام التطور والارتقاء. ومن جانبها أعربت سعادة السفيرة عن شكرها وتقديرها لسمو الأمير ولسمو نائب الأمير والمسؤولين في الدولة على ما لقيته من تعاون أسهم في نجاح عملها في البلاد. في البداية، تقف دولة قطر في طليعة الجهود الدولية للحد من الهجمات السبرانية، وذلك من خلال تبنيها لسياسات واستراتيجيات تعمل على حماية النظم والبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات في ظل تطور تحديات الأمن السبراني على مستوى العالم. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. في ظل تطور تحديات الأمن السبراني على مستوى العالم، تأتي حماية النظم والبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات على رأس أولويات دولة قطر. فالفوائد العظيمة التي يقدمها لنا الفضاء الإلكتروني محفوفة بعدد من التحديات التي تهدد البنية التحتية على الاستخدام الآمن للإنترنت. وتواصل دولة قطر بذل المزيد من الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن السبراني، مثل إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوكالة الوطنية للأمن السبراني، الجهات التي من شأنها العمل على استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بطرق آمنة، وذلك من خلال إعداد استراتيجية وطنية للأمن السبراني مع وضع وتحديث السياسات والضوابط اللازمة لتعزيز الأمن السبراني ورصد المخاطر. كما تعمل الدولة على دعم آخر ما توصل له البحث العلمي في هذا المجال، والذي تمخض بظهور منصة تحذير التي كان ظهورها نتاج بحث علمي شاركت فيه كبرى المؤسسات الأكاديمية بجامعة حمد بن خليفة، حيث تميزت هذه المنصة بسهولة الاستخدام وبأنها تنتج معلومات عالية الجودة حول تهديدات الأمن السبراني الحالية والمستجدة. المنصة التي تعمل باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المبتكرة التي تم تطويرها لتتضمن تقنية يمكنها اكتشاف نطاق تصيد الاحتيال على وجه السرعة، وتتميز المنصة كذلك بقدرتها على اكتشاف البرامج الضارة، وهي الوسيلة الرئيسية التي يستخدمها المهاجمون لاختراق حسابات المستخدمين، كما أن لديها تكنولوجيا للكشف عن مسارات شبكات المؤسسات الضارة التي تساعد في التعرف على المهاجمين من الداخل، لتضمن بذلك أمن الشبكات والبنى التحتية ومكافحة البرامج الضارة فيها. حياكم الله مشاهدينا الكرام. يواصل صندوق إعانة المرضى بقطاع التطوع والتنمية المحلية بالهلال الأحمر القطري تقديم مساعداته الداخلية للمستفيدين والمحتاجين، التي تشمل آلاف الأسر المستفيدة
من مختلف المشاريع. نعم يا فيصل، وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف معنا في الاستوديو السيدة منى فاضل الصليطي، مديرة قطاع التطوع والتنمية بالهلال الأحمر القطرية. مرحبا ومسهلا بك أخت منى. مساكم الله بالخير والنور والسرور، يعطيكم ألف عافية وشكرا على الاستضافة. الله يعافيك، لا شكر على واجب. في البداية كالعادة يعني نبي نتعرف عن صندوق إعانة المرضى في الهلال الأحمر القطري. طبعا هو احنا عندنا صندوقين، صندوق اقتصادي وصندوق إعانة المرضى. صندوق إعانة المرضى هو يعني يهتم بتغطية تكاليف اللي ما يقدرون اساسا يغطون تكاليفهم. طبعا لما اقول هم نستهدف فئة مقيمة أو زائرة صادها ظرف معين، زائر صادها ظرف معين يعني صحي واضطر أنه يدخل مستشفى حمد أو إحدى المستشفيات. هذا الصندوق الأول. نعم، نحن ندخل في تفاصيله، لكن ما هو الصندوق الاقتصادي؟ الصندوق الاقتصادي هو بعد يقدم مساعدات بس نوعية معينة من المساعدات اللي هي المساعدات الطارئة، مساعدة الحوادث والطوارئ، يعني الكوارث مثل حريق لمنزل تسبب فيه، يعني إذا صار فيه يعني الأشياء الطارئة. بالإضافة إلى المساعدات اللي هي الشهرية، طبعا من باب نفوس آمنة وكرامة مصونة، ساعات مستفيدين أو مقيمين يطيحون تحت ظرف معين، فالفترة هذه ما يكون لهم معيل أو ما يكون لهم باب رزق، فيطرقون يعني وفق إجراءات وسياسات معينة في الهلال الأحمر. لين استوفوا هذه الشروط تبتدي المساعدة. نوعية المساعدة تعتمد على نوعية، يعني خلينا نقول الصندوقين للإعانة الطارئة. نعم، الطبية تعتبر إعانة. نعم. إعانة طارئة. نعم. نعم. لكن هل الصندوقين المخصصين فقط للمقيمين أو بعد للقطريين اللي مش قادرين على سداد التكاليف في حال الطوارئ؟ لكل ذوي حاجة، لكل ذوي حاجة، مقيم قطري غير قطري، لكل ذوي حاجة. متى ما يعني انطبقت عليه شروط والسياسات والإجراءات اللي موجودة في الهلال للمساعدة تنطبق عليه الشروط. نعم. طبعا أنت تكلمتي عن الشروط، طبعا أعرف أيضا الشروط اللي الواحد يقدر يحصل عليها على أساس يحصل على الإعانة من الصندوق. إذا تكلمنا عن صندوق إعانة المرضى، طبعا إحنا عندنا تختلف الشروط بين الصندوقين؟ نعم نعم. تفضلي. يعني انت تتكلم عن مرضى ويعني عندهم خصوصيه في مثلا التقارير الطبيه او نوعيه المرض، اذا كان مزمن ولا اذا كان يعني عمليه، يعني حاب انه هو يجري عمليه معينه. شرط الصندوق، اول شيء احنا عندنا تحالف مع مؤسسه حمد الطبيه ومع مستشفى سدره اللي هو اساسا فيما يعنى بمعالجه الاطفال. من خلال تحالفنا مع مؤسسة حمد الطبية هناك لجنة اسمها اللجنة الطبية أو اللجنة الصحية. اللجنة الصحية هذه من متطوعين يزاهم الله خير، من أطباء، من أكفأ الأطباء في مؤسسة حمد. نعم. إحنا بعد ما يجينا المستفيد نبتدي ندرس حالته، لازم هو يقدم لنا تقرير طبي موثق من إحدى المستشفيين، يا مستشفى حمد يا مستشفى سدرة. هذا التقرير مع الأوراق المطلوبة، وإذا استوفى شروط الملف يدخل على اللجنة الطبية هي اللي تقرر، لأنهما أهل الاختصاص. وهذا اللي يختلف عن صندوق إعانة أو صندوق الاقتصادي. لجنة الصحية ذوي اختصاص فيها أطباء أكفاء، هم يقررون الحالة، هل هو بياخذ مثلا علاج لمدة سنة، هل هو بيدخل مثلا لو كان يبي يستبدل عضو وأعضاء في أعضاء في جسمه أو بيسوي عملية معينة أو يصرف له دواء معين لأي فترة. الفترات تحدد على حسب الحاجة. نعم. يعني استنتج من كلامك ان انت تقصدين الحالات الغير مستعجله، لكن هناك حالات مستعجله وحالات يعني مثلا لا قدر الله بعيد الشر عن كل من على هذه الارض الطيبه، احد المقيمين صار له حادث اضطر للدخول للمستشفى، اضطر ان الان يحتاج انه يعمل عمليه، العمليه هذه راح تطلب مبلغ من تطلب تكلفة. نعم. زين، هو ما عنده الوقت الحين انه يجيكم يقدم الطلب ويجيب التقرير، هو الان في حالة طارئة. فانتم شلون تتعاونون
مع التحالف اللي انتم متحالفين فيه مستشفى حمد وسكر؟ مثل ما قلت احنا هو لازم في اجراءات معينه، اي حاله طارئه طبعا هي اللجنه الصحيه هي مسؤوله ان هي ترفع لنا، واحنا اساسا نمشي يعني الريكومنديشن او التوصيه تي من اللجنه الصحيه. طبيعي تحالفنا مع المستشفيات هو هم يسوون تزكيه لنا اذا كانت في حاله طارئه او في مساعده معينه حابين انها ندخلها. يعني احنا تقريبا اللجنه الصحيه ما تاخذ عندنا يعني اكثر من 3 ايام، يعني بين ان احنا نجمع اوراقه او ناخذ ويجيب لنا التقرير على طول اساسا تدخل اللجنه الصحيه ويتم المعالجه، وفي بعض الاحيان يعالج وتدفع مصاريفه بعد، يعني بعدها يستوفى شروطه، بما ان اساسا الحاله تتطلب انه هو يدخل المستشفى وفيما بعد يستوفي اوراقه. في البداية نتمنى أكيد السلامة للجميع، والله يكتب أجركم على فعل الخير الحمد لله. هذا خلنا الآن نتكلم بشكل أوسع، يعني نتكلم عن مهام قطاع التطوع والتنمية المحلية بالهلال الأحمر القطري وأبرز اختصاصاته. احنا يتكون القطاع من 3 اقسام، اللي هو قسم التطوع وهو يعنى طبعا بالمتطوعين والتطوع وتدريب التطوع، وانتم شفتوهم في الميادين في كل مكان ويعتبرون نبض الهلال الاحمر. قسم التنميه المجتمعيه، قسم التنميه المجتمعيه هو اساسا يعني انا دائما اقول هو تطبيق لرؤيه 2030 واللي هي التنميه المستدامه، يعنى ببعض المشاريع اللي تنمي المجتمع وتخلي الواحد ما عنده يعني حاجه الثقافه، يعني يصير يعني احنا مثلا عندنا الهلال المدرسي من المشاريع المهمه اللي اساسا عندنا تحالف مع وزاره التربيه والتعليم اللي هي تعنى بتثقيف الطلاب على توعيته للعادات الصحيه، تعليمه بعض الدورات اللي هي الكوارث الاسعافات الاوليه، تخليه قائد في مدرسته بحيث انه لو صادته كارثه معينه في المدرسه نعلمه شلون يقدر يفيد نفسه وشلون اساسا يفيد زملائه اللي موجودين معه. هذا واحد من المشاريع المهمه، يعني هذه الرعايه المجتمعيه. عندنا التنميه المجتمعيه، الرعايه المجتمعيه هي اللي تهتم بالصناديق هذه اللي هي صندوق إعانة المرضى، وهي يعني مثل ما تفضلنا أو ذكرنا اللي هي تعنى بالمرضى، إقامات، تسديد تغطية تكاليف صحية، تغطية تكاليف أدوية خلال الفترات، وهذه طبعا تقرر من قبل اللجنة الصحية. الصندوق الاقتصادي بعد نفس الشيء، طبعا هو مو بس يغطي تكاليف او يساعد مستفيدين على مدار السنه اللي هي مثل المساعدات الطارئه او المساعدات الشهريه المقطوعه او حتى اجارات تسديد اجارات تقريبا، يعني هاي المساعدات المقطوعه هي عباره عن مثلا تسديد اجار واحد تعثر وطلع من شغله وصاد ظرف ومثلا 3 او 4 شهور ما قدر يسدد، فاحنا نقوم بعد ما ندرس حالته نقوم بتسديد هذه يسمونها مساعدة طارئة، بالإضافة إلى المساعدات الموسمية. طبعا انتم شفتوا في رمضان اذا كان 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 من خلال الافطار افطارات اللي هي افطار الصائم صحيح. او حتى افطار الموده، احنا عندنا يعني اللي يميز الهلال الاحمر ان صندوق اعانه المرضى بعد يركز على المرضى من هذه الناحيه، عندنا افطار اسمه افطار الموده وهو يركز على العوائل اللي عندها مرضى في المستشفى، يعني العوائل اللي عندها مرضى في المستشفى طبعا ما يقدرون يطبخون او يردون بيوتهم او يسوون افطاراتهم هالامور، فاحنا نوصل لهم فطورهم اللي عندهم في الفترة هذه. ما شاء الله. بالإضافة إلى المساعدات العينية، مساعدات الأضاحي، يعني لما نقول إحنا مساعدة الهلال الأحمر فاتح بابه وعلى مصراعيها والقطاع لكل أنواع المساعدات لجميع المجالات. هذا يعني يمكن بضيف على الأخت منى، يعني الهلال الأحمر ليس فقط للتبرعات. نعم. يعني أنا انضميت لإحدى المعسكرات، معسكر إدارة الكوارث. نعم، مخيم. مخيم إدارة الكوارث، لكن بالفعل المقيمين على هذا المعسكر والذي يقدمون الدورات ناس أصحاب كفاءة. نعم. أصحاب خبرة طويلة في هذا المجال وحاصلين على شهادات دولية. نعم. في هذا المجال، طبعا احنا نشكرهم ونقدم لهم التحية. أضيف لك بس حاجة، عمر الهلال الأحمر 44 سنة. ما شاء الله. 44 سنة من العطاء ومن الخبرات. نعم. هي أساسا تخلي تطبق مبادئ وهي المبادئ السبعة ومن ضمنها الخدمة التطوعية. الخدمة التطوعية إذا أنت 44 سنة في الميدان معناته جمعت إرث.
صار عندك طبعًا. إرث الإرث هذا قاعد إحنا قاعدين ننقله من جيل إلى جيل. فأنت حتى متطوع الهلال دائما يسألوني إيش الفرق بين متطوع عن متطوع الهلال، شنو اللي تفرقون؟ نفرق إن أصلا تدريب المتطوع مختلف، متطوع الهلال يختلف عن التدريبات الثانية. أول شيء لازم يعرف مبادئ الحركة الدولية، اثنين لازم يعرف القانون الدولي. نعم. لازم يعرف شنو يعني إنسانية. صحيح. من مبادئنا هي الإنسانية، وأنا دائما أقول لين يسألوني شنو جنسيتك أقول لهم أنا إنسانية، جنسيتي الإنسانية، وهذا اللي يوحد العالم كله. صحيح. أنا جنسيتي هني في قطر قطرية، بس أنا في جنسيتي في العالم أنا جنسيتي إنسانية، وهذا اللي وحدنا وهذا اللي وحد الهلال الأحمر في جميع الأماكن، عشان شيء يتواجد داخل الدولة أو خارج الدولة يطبق نفس المبادئ. نعم. إن شاء الله يعني جهودكم واضحة سهل. ومشكورين عليها، وأيضا شيء يميز دائما متطوعين الهلال، وهذه شهادة وشهادتي فيكم مجروحة، الاستمرارية دائما في متطوعين الهلال. يعني اللي يدخل يأخذ دورة يا فهد مع متطوعين الهلال لا يستمر معاهم. نعم. ما يرجع ياخذ دوره ودورتين. دورات مش متوقفه في جميع المجالات. بالضبط. والله يعني نشكر جميع المتطوعين، ونسال الله العلي القدير ان يكتب اجرهم. آمين. لما يفعلونه افعال خير لجميع. أكيد. مثل ما قالت لجميع بني ادم سواء مقيم مواطن. نعم. او زائر بعد. اكيد هذه يحسونه فعلا في الهلال ان احنا ما نفرق، وتطبيق المبادئ لما هو بيجي ياخذها اول ما ياخذ المبادئ السبعه لازم هو يحس فيها ويطبقها على ارض. صحيح. الواقع، وهذا يمكن اللي يخليه يرجع مره ثانيه يتطوع ويكون مثل يكون يربي عنده ولاء انتماء للمكان. صحيح. استاذه منى، شل استعدادات الان واحنا يعني على مشارف استضافه بطوله كاس العالم فيفا قطر 2022، وهل البطوله راح تحتاج يعني كميه كبيره من المتطوعين، ما مدى استعدادكم من المتطوعين المحليين لهذه البطوله؟ انا اكون معك صادقه، من بعد الجائحه صار عندنا كم كبير من القاده المتطوعين المؤهلين اللي فعلا واثبتوا جدارتهم في المحافل اللي اساسا اشتركوا فيها، ومنها كاس العرب. كانوا موجودين في كاس العرب وكانت يعني خبره حقيقيه وميدانيه اصقلت خبراتهم. من بعد ما خلصنا احنا كاس العرب فعلا انا حطيناهم في دورات معينه، ابتدينا نطورهم في مجالات القصور واللي حسينا ان احنا ممكن نخدم فيها. فانا قاعد اقول لك الحين من هاي المنبر، احنا متطوع الهلال مستعد انه هو ينخرط ويكون يد مساعده للدوله في اي مجال في خلال الفتره. في تعاونات ما بينكم. نعم. ان شاء الله بتكون في حينها، طبعا احنا بنصرح فيها هاي، بس احنا على اهب استعداد اذا احتاجتنا الدوله في اي مجال او في اي مهمه احنا مستعدين. وانا كلي ثقه، والدوله هي اصلا بعد الناس اللي اساسا احنا قاعدين يعني هاي هم عرفوا ان متطوع الهلال مختلف وذو مسؤوليه ويتحمل المسؤوليه. فعلا بيض الله وجههم، اثبتوا جدارتهم في جائحه كورونا، نسال الله العلي القدير ان يرفع هذا الوباء والبلاء عن بلادنا وبلاد جميع الكره الارضيه. نرجع للمشاريع الان، في مشاريع نقدر نتكلم عن المشاريع الحاليه للقطاع عندكم. هو في أكثر من مشروع، إذا احنا ركزنا على التنمية المجتمعية احنا عندنا مشروع باب رزق، وهذه من المشاريع المهمة والحيوية اللي أساسا هي يسمونها الرعاية اللاحقة، هي لفئة معينة من خريجي المؤسسات العقابية، نأهلهم أنهم يمسكون مشاريع خاصة فيهم ويبتدون يشقون طريقهم. طبعا هدف الهلال هو مش أنا لما أشوف رقم المساعدات تزيد أنا يكون عندي قلق، لأن أنا أبي المساعدات تقل مش تزيد. صحيح. لأن أنا يقول لك المثل علمني كيف أصطاد ولا تعطيني سمكة. ولا تعطيني سمكة. نعم. صح. فتطبيق هذا موجود في الهلال، اللهم لك الحمد والشكر. فإحنا قاعدين نعلم بعض الفئات أنهم شلون يعتمدون على نفسهم وشلون يشقون طريقهم، يعني نساعدهم قد ما نقدر أنهم يبتدون حياة جديدة. ممتاز. هذه من المشاريع جدا المهمة اللي فعلا تركت بصمة وأثر في بعض خريجي المؤسسات العقابية، واللي فعلا قاعدين نشوف قصص نجاح إن شاء الله قريبا تظهر للنور. اللهم. من المشاريع بعد المهمة اللي هي يد واحدة، وهي تهتم بفئة العمال، وانتم تعرفون انتم ويمكن فئة كبيرة من العمال موجودين على هالأرض، هم قاعدين يساعدون يد بيد لبنى هالأرض. التنمية. نعم.
فإحنا لزاما واجب علينا أن إحنا فعلا نسوي لهم مبادرات نخليهم فعلا يندمجون ويحسون أن إحنا منهم وفيهم. فصارت في مبادرات مع أكثر من جهة ومنها من ضمنها وزارة البلدية. عملنا لهم مبادرات للإسعافات الأولية، شلون الواحد يقي نفسه في أماكن العمل، شلون يقدر يساعد زميله إذا كان في مجال العمل صادته إغماء، أو شلون يسعفه إذا كان صادته جروح أو هالأمور هاي كلها. فكلها هذه الأشياء اللي الناس يمكن ظنها هي بسيطة، بس هي جدا تترك بصمة وأثر كبير في ذاكرة العامل. لأن أنت لما تجيبه تقول يعني هو فعلا جاي يؤدي عمل معين، صحيح، بس أنت لما تضيف له المبادرة وتحس أنه أنت جدا هو بالنسبة لنا مهم وأن سلامته جدا مهمة وفوق كل شيء، هذا تترك أثر طيب عليه وتترك لنا إرث حقيقي. لما يروح بلاده بيقول والله هم ما اهتموا بس في جانب العمل مالي، اهتموا في جانب الإنساني، وهذه بالنسبة لنا وايد يعني مهم. ونشوف على الشاشة اللي في الاستوديو أيضا توزيع بعض الهدايا للعمال اللي موجودين، نعم. أيضا من فئات يعني بناتنا الصغار الله يطرح فيهم البركة، بعد هاي لفتة إنسانية طيبة، يعني مهما كان العامل هو إنسان، نعم. جسد وروح وإحساس، نعم. الأطفال فوق ما تتخيلوا، إحنا عندنا التطوع من 18 لين 45 ما شاء الله، بس ما تتخيلون الأطفال إش كثر هم حابين إنهم يتطوعون، وإحنا إن شاء الله بندشن برنامج جديد لفئة الأشبال المتطوعين الأشبال اللي هم فعلًا يساهمون، عشان شي إحنا نطلعهم في بعض المواقع معانا عشان يعرفون يعني شنو تطوع، يعني شنو لما يتطوع شنو الأثر الإيجابي. وإحنا عندنا يعني مكان خاص في كذا، ما أدري إذا أقدر أقول، في كازينيا اللي هي مكان ألعاب، صحيح، مخصص للهلال الأحمر، يعلمهم شلون أساساً الطفل يتطوع، شلون إذا صارت كارثة ممكن أساساً يساعد الواحد اللي عنده كارثة، شلون إذا كان مثلاً طاح قدام واحد ممكن يساعده ويسعفه. ففي واحد موجود هناك يعلمهم هذه المبادئ، وهذه جداً تترك أثر. ومن ضمنها بعد الهلال المدرسي، هو من المشاريع بعد المهمة إحنا سميناه من أحياها، لأن الطفل يتعلم فيها شلون ينقذ طفل آخر، أو حتى لو كان عنده يعني كبير في السن في البيت، لو هو بروحه وهو معاه شلون يقدر ينقذه، شلون يتصل بالإسعاف، شلون يقدر يسعفه بشكل بسيط، شلون يتصرف. لأن إحنا ساعات حتى إحنا الكبار ساعات يصير عندنا البانيك هاي أو الارتباك اللي ما نقدر نتصرف، فإحنا نعلم هذا الجيل شلون يصير واثق من نفسه وشلون يقدر يساعد نفسه ويساعد الآخرين. ممتاز. يعني برنامج الهلال المدرسي هو برنامج مهم لاستقطاب الفئة الصغيرة كتطوع للهلال الأحمر، لكن الفئة الكبيرة كيف يتم استقطابها لأن يكونوا متطوعين للهلال الأحمر؟ طبعا من خلال حتى الهلال المدرسي أو من أحياها، هو احنا مو بنستهدف بس طلاب المدرسه، نستهدف مديرين ومديرات المدرسه، الكادر الوظيفي اللي موجودين في المدرسه، نستهدف السائقين الباص اللي موجودين، شلون يحافظون على سلامه الاطفال داخل الباصات، وشلون يسعفونهم اذا كان في مجال، يعني احنا نهتم بالبيئه المحيطه من حارس المدرسه الى نعم الاداره نعم الداخليه. نعم. بالاضافه ان هناك عندنا احنا بعد برنامج اسمه انا مسعف، هذا يهتم بالتثقيف الصحي وتثقيف الاسعاف، بعد يعطي الاسعافات الاوليه للمجتمع واللي يحب اساسا ينخرط في نوعيه من البرامج. نعم، احنا نقول لكم يعطيكم الف عافيه، والله يبارك جهودكم، جزاكم الله خير على اللي تقدمونه في الهلال الأحمر القطري. سيدة منى فاضل السريطي، مدير قطاع التطوع والتنمية بالهلال الأحمر، شكرا جزيلا لك، واتمنى لكم كل التوفيق، وجزاكم الله خير على كل الأعمال اللي تقدمونها في الهلال الأحمر القطري. شكرا، يعطيكم العافية. لا شكرا على الواجب، الله يعافيك، يعطيك العافية. سمعتها قالت من 18 إلى 45، يعني طافك القطار. مشاهدينا ما زلنا مستمرين معاكم، ولكن بعد هذا الفاصل نعود لاستكمال برنامج ترحيب، ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الاعزاء.
يطلق مهرجان الرطب المحلية السابع في 27 من شهر يوليو الجاري، ويستمر حتى 12 من أغسطس المقبل. ويستعد أصحاب المزارع للمهرجان عبر عرض محاصيل الموسم الزراعي منذ فترة بتوريد الرطب إلى الأسواق، على أن تشهد الفترة المقبلة ازدياد الكميات الموردة بشكل تدريجي. فهد، الله يبارك لهم في حلالهم إن شاء الله. صدقت يا فيصل. وللحديث عن استعدادات أصحاب المزارع لمهرجان الرطب المحلية السابع، يسعدنا أن نستضيف في الاستديو السيد يوسف أحمد الطاهر، صاحب إحدى المزارع المشاركة في مهرجان الرطب المحلية السابع. يا مرحبا ومسهلا بك يا أبو أحمد. يا مرحبتين، وتشرفنا بهذا اللقاء المبارك إن شاء الله عن هذه المناسبة، مناسبة المهرجان الذي سوف يكون في سوق واقف، وإن شاء الله يا رب مزارع قطر كلها تستعد وتحتفل في هذا المنتج إن شاء الله. احنا قبل ما ندخل في التفاصيل الموجودة عندنا على الطاولة وعلى الخير والنعمة، أنا بنسألك عن استعداداتك للمهرجان، كيف استعديت لهذه النسخة؟ والله يا أخوي العزيز، أنت بالحقيقة هو أنا بفضل من الله عز وجل كل مهرجان وكل مناسبة يعني تقوم فيها وزارة البلدية، إن كانت في مهرجان رطب أو في الإنتاج التمور أو في المنتجات من الخضار أو أي مناسبة في كتارة، الحمد لله فضل من الله عز وجل دائما مبادرين لهذا الشيء، لأن هذا يعني عندنا رسالة أن صحيح. نبين المنتج المحلي وأن عندنا إنتاج وأن في إنتاج وفي اهتمام من قبل الوزارة ومن قبل الدولة على رأسهم وعلى كيانهم سيدي سمو الأمير وسيدي سمو الأمير الوالد ونائب الأمير رئيس المجلس الوزراء والوزراء والإعلام كله مكلف في إظهار وإبراز هذا المنتج. لكن وين جهودكم أنتم؟ هل هناك لهذه المهرجانات وهذه المناسبات جهد أنتم راح تبذلونه، استعداد يكون فترة طويلة؟ فحدثني عن هذا الاستعداد. أخوي العزيز، ما في شك، شوف أنا يعني يمكن بعض الناس تفكر أن هذه النخلة تربيتها يوم، أنا أقول تربيتها دوم. صحيح. يعني أنا ربي النخلة بفضل من الله عز وجل، أنا بديت في أرض قفرة ما فيها ولا نخلة، ولكن اليوم الحمد لله عندي 1200 نخلة. الله يسلمك. اليوم أنا عندي تقريبا 6500 عذوق، 6500 كيسة مكيسها ما شاء الله. يعني هذه مش شغل، كل استعداد مثل ما تفضلت لهذه المهرجانات، لهذه المناسبات، لهذه البرامج، حتى نبين إيش الإنتاج الموجود. يعني أنا الحمد لله اشتغلت على هذه النخلة وربيتها تربية مختلف اختلاف كلي عن بعض المزارع، ما ولا نقصان في المزارع. صحيح. ولا يعني تقليل من بعض المزارع، لكن الآن لما شافوا وبدينا في عملية التجفيف وفكرة التجفيف من التمور وفكرة التنويع، يعني أخي العزيز وإخوان الأعزاء، أنا صراحة أنا عندي شغف إني أنا أعرف، أبي أعرف شلون ربيت النخلة هاي من أرض قفرة، شلون ربيتها وكم سنة وش اللي كلفتك فيصل. يعني هذا كله في مواضيع وايد، أنا مواضيع وايد وأنواع فيها. التمور اللي نعم. صار بعد هنا موجود، لكن بعد أيضا مثل ما ذكرت أصحاب المزارع موجودين معانا. ولمزيد من التفاصيل حول موضوعنا يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد علي أحمد الكعبي، صاحب إحدى المزارع المشاركة في مهرجان الرطب المحلي. يا مرحبا ومسهلا بك يا أبو أحمد. مرحبتين، مرحبا، الله يمسيكم بالخير جميعا. الله يمسيك بالنور والرضا. أبو أحمد، الله يبيض وجهك، أنت وإخوانك أصحاب المزارع دائما مشاركين في المهرجانات سواء كانت في سوق واقف أو في أي مكان من دولتنا الحبيبة قطر. بنتكلم أيضا عن استعداداتكم للنسخة القادمة للمهرجان اللي هي النسخة السابعة. بسم الله الرحمن الرحيم. السنة مشاركاتنا راح تكون مختلفة، لأن وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية طرحت مبادرة قد تكون الأولى من نوعها في الدولة وعلى مستوى المهرجانات هذه، اللي هو إدخال الفواكه القطرية. فإحنا عندنا في المزرعة صار لنا سنة ونص ننتج أصناف عديدة من التين، والسنة إن شاء الله بنشارك في مهرجان الرطب بمنتجاتنا من التين المتنوع. ما شاء الله، السنة مدخلين التيم في المهرجان. أبو أحمد، يعني مثل ما سألت أخوك يوسف طاهر،
يعني شنو هي استعداداتك لهذا المهرجان؟ هل هذا الاستعدادات لهذه المهرجان تاخذ منك وقت وجهد طويل لانتاج نفس هذه الاشياء؟ ما في شك ان لابد يعني من التجهيزات المسبقه. انا بس اعطيك معلومه، انا ما نزلت المنتج هذا في السوق القطري لحد الان في انتظار المهرجان، على اساس انه هو تكون يعني بداية الانتاج أو عفوا بداية البيع والانطلاقة تكون من خلال المهرجان هذه. طبعا في نقطة مهمة لازم أوضحها، اللي هو إدارة الشؤون الزراعية جزاهم الله خير في طرحهم للمبادرة هذه يشجعونا إحنا كمزارعين في التنوع، تنوع الانتاج، وان شاء الله انه احنا على يعني اتم الاستعداد باذن الله للمشاركه ان شاء الله. اكيد قدها يا ابو احمد، انت واخوانك اصحاب المزارع. ابو احمد ذكر نقطه جدا مهمه انه راح ينزل نوع من انواع الفواكه، يعني التين يدخل ايضا في هذا المهرجان. قال لك ابقى نزله بدايه في هذا المهرجان. نبي نتكلم ما هو دور هذه المهرجانات في الترويج للإنتاج الزراعي عندكم. أخوي العزيز بالحقيقة شوف، أنا الحمد لله بفضل من الله عز وجل من بداية المحصول في هذه السنة اللي هو يبدأ في الغر اللي هو 10/6، يعني بفضل من الله عز وجل من بعده يبدأ الشيشي والخنيزي وأنواع تلو يعني مسترسلة، ففي طلب بسبب اللي انت ذكرت المهرجانات خلت عندنا اسم في السوق. صحيح. وهذا هو المطلوب فعلا، وبدت بدأوا الناس يتعرفون على انه يوجد منتج محلي ويوجد منتج متنوع، ما اقتصرنا على نوع ولا نوعين، انا عندي 40 نوع ما شاء الله، يعني منهم من اللي انتم قدرتوا الان تعرضونه ومنهم الذي لم تستوعب الطاولة للعرض، فهذا فخر اليوم ان الناس قاعده منتج قطري والتنوع فيه. يعني ما يصلح لي انا وانت الخليجيين اللي هو معروف من الاخلاص والخنيزي والشيشي والبرحي وغيره. صحيح. والرزيزي والمرحيم، لكن واللولو، هذا كان اللولو، هذا ما حد كان يعني بعض الناس ما تهتم فيه. اليوم الاجانب هذا من انتاج المحلي، هذا التمره، هذه التمره من من الخنيزي. بعض الآسيويين واللي هم الآن أكثر عددية عندنا والسواح من الأوروبيين، صدق بالله مقبلين عليه. يعني العام الماضي أنا في المهرجان واقف بنفسي، من الروس، من الهولنديين، من الأسبان، من كذا اللي زاروا المهرجان، اللي ثقافة الرطب عندهم ولا التمور، ما يحب حب شيء ما تتصوره. يعني كثير من الناس المعارض، أرجع وأقول المعارض وهذه المهرجانات عرفتنا وخلت المستهلك عرفته بنا إحنا. صحيح. وعرفت بالإنتاج المحلي وخلت أصحاب المزارع تزيد اهتمامها وتزيد حرصها وعطتهم إمكانيات في طريقة وإرشاد لعمل المنتج وتزيين المنتج هذا. نعم أستاذ يوسف، خلينا نتعرف على بعض، خلينا نقول من المنتجات اللي على الطاولة لليوم، أن يعني نفتخر بأن هذه المنتجات تزرع على أرض قطر. نعم. الغالية، تعرفنا بالمنتجات منتج، نبدأ بالصندوق هذا اللي مقابلك. هذا الخنيزي طبعا كله طرح السنة يعني هذا كله طرح السنة، وبعضه لحد الآن يعني مطروح موجود عندي، أنا اللي عرفت الحين موجود. هذا الخنيزي وهذا؟ هذه العنبرة. هي تشبه الزغلول، لكن هذه لما تتجفف تستوي مثل هذه التمرة اللي هناك السودة ذي، اللي هي الخنيزية من بعد ما يعني ما استوى التمرة. هذه هي، خلينا نقرب. هذه الهنود والأجانب، يعني صدق الناس ما كنا احنا اول نعطيها علف حق الحلال، من بعد ما شفنا وعرضنا لا اثرها الامور غير مختلفه. عرفت شلون؟ يعني هذا الخضري هذا بيشي، الحبه تستوي تحافظ عليها تبقى معاك ولا تخرب. يعني ميزه هذا المنتج
هو زادك انت وزاد المسافر. وهذه شنو يعني؟ ولا اقطع كلامك الا بالخير. بنرجع للتفاصيل وايضا وصلنا هنا لشيء يمكن جديد وحديث عندنا، ولكن ايضا معانا علي احمد الكعبيه صاحب مزرعه مشارك في مهرجان الرطب المحلي. علي، تسمع الحوار وانت اكيد تشارك معانا بحكم انك مشارك، ولكن ايضا مثل هذه الابداعات اصحاب المزارع قاموا يبدعون سواء في الرطب ولا ايضا قاموا يتمرون بدري، انتم ايضا قمتوا تبدعون في انواع ثانيه، دخلتوا الفواكه. هل يعني مناخ قطر الصحراوي استطعتوا انكم تزرعون الاشياء اللي غير موجوده في هذا الوقت تطلع في بلدان ثانيه انها متواجده وتشارك في المزارع؟ الله يحفظك. انا يحفظك. ساهمت الله يسلمك في سنه ونص عملت دراسه في الانتاج، استوردت 620 نوع من انواع التين. ما شاء الله، 620 نوع من انواع التين. هذه عملت عليها تجارب طوال سنه ونص الى سنتين، وانا اشوف ايش الاصناف اللي ممكن تنجح عندنا في البيئه القطريه، سواء داخل الصالات المكيفه او تحت التور الاخضر او في الزراعه الخارجيه العاديه اللي هي بدون تكييف اللي هي في المكان المفتوح. في النهاية توصلت إلى الاستقرار على 300 صنف من أصناف التين اللي حاليا موجودة عندي أنا في المزرعة، وقاعد أنتج منها وقاعد أكل منها، وصار لي سنة ونص وأنا أنتجها. فتخيل أنت لما تتكلم عن التين، التين فيه من الألوان الأصفر الأحمر البراون الأخضر، الأخضر تحته يندرج ولا 200 نوع، والأحمر كذلك تحته يندرج أنواع كثيرة. تتكلم عن مذاقات، تتكلم عن يعني طعم، عن حجم، حجم مختلف. فهذه كلها المستهلك ما يعرف عنها شيء أو ما يدري عنها أو معلومات بسيطة. الناس تقول لك والله في تين أسود وتين أخضر أو تين أحمر، لكن ما تعرف أن الأسود أحجام والأسود يعني مذاقات مختلفة. صحيح. هذه أرجع حق طرحك اللي طرحته الله يحفظك عن المهرجانات والمعارض. فعلا تخيل أنت معاي أن المستهلك تحت سقف واحد يكون عنده كل الأصناف هذه، سواء من الرطب، من التمور، من أنواع التين كلها، بدل لا يقعد يدور في المجمعات ومن محل لمحل أو إلى محلات الخضروات. وزارة البلدية والجهة اللي نظمت المعرض هذا، هذه ساعدت المستهلكين أن كل الإنتاج راح يكون تحت سقف واحد. فعلا بيض الله وجهك. علي بن أحمد الكعبي ويوسف بن أحمد الطاهر، خلكم معنا، راح نطلع فاصل قصير وراح نرجع بإذن الله لاستكمال هذا الموضوع الشيق، ونجرب بعض المنتجات الموجودة على الطاولة إفهات خلال هذا الفاصل. خلكم معنا ونرجع بعد قليل لاستكمال فقرة برنامج تراحيل. حياكم الله مشاهدي قناة ريان الفضائية، رجعنا من هذا الفاصل الأخير لنواصل ما تبقى من حلقة الليلة من برنامج ترحيب. قبل الفاصل كنا نتكلم عن الرطب وأنواعه وأيضا المهرجان السابع اللي سيقام إن شاء الله في سوق واقف. نرحب في يوسف أحمد الطاهر صاحب مزرعة مشارك في مهرجان الرطب المحلي معنا في الاستوديو، وكذلك على الخط على التلفون معنا علي أحمد الكعبي صاحب مزرعة مشارك في مهرجان الرطب المحلي السابع يا فيصل. أنا الحين صراحة ما خلص من الطاولة، الحين خذ راحتك. في منتجات يعني جديدة وغريبة. جديدة. نعم. بس خلينا نشوف أبو أحمد نكمل الشرح عن المنتجات اللي موجودة عندنا على الطاولة. نعم. شنو هو الجديد اللي انت قدمته في هذا اخوي العزيز واخوان الاعزاء والمشاهدين يعني اللي على الطاولة من قدام الحين هذا ايش؟ هذا خضري، هذا بيشي خضري. هذا الاحلى والاجمل انه
مثل الصقعي، يعني لما صحيح. ينشف ويستوي تمر، يستوي تمر، شوف الحب ايش كبرها اخوي العزيز. الله يبارك. باكلها بعدين عقب الهواء توهقني على الهواء. فهذه شوف الحباتها يعني بعض الناس يقدرها ويعرف طعمها ويعرف ذوقها، يعني فيها مميزات غير عن 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 طبعا عن طبعا طبعا يعني هذه 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 لما تنشف يكون شفت انت التين، التين بعضه يتشمع وبعضه يتجفف وبعضه ينكل طري، هذه سبحان الله هي هذه بعد نفس الخصائص ونفس المميزات ونفس التكييف اللي هي فيها سبحان الله. يعني الان حتى انا خلقت قاعد اسوي نظام الحفظ تحت الارض، برجع لك حفظ تحت الارض في اشياء يعني ثانيه بس قاعد قول لي وش شنو هذا الدبس طبعا هذا الدبس هذا الدبس في دبس البيور وفي الدبس المطبوخ. طبعا البيور طبعا انتاجه لان احنا عندنا مدبسه نعمل الضغط، والحين وقته اللي عنده التمر الزايد اللي ما راح وهو رطب على طول ندخله في المدبسه التمره اللي نحس انه فيها الرطب اللي نحس انه فيه دبس، وهذا طبعا الاتشار او المخلل، خللنا الخلال لما نخفف من الخله نخفف من العذوق بدل 12 15 عشان نقلل وتاخذ راحتها نخليها سبعة. يعني في البداية ايامها بسر، ايامها بسر، البسر الاخضر خلاص ما تقدر تخلل هذا الكبار الحين. وهذا الاتشار بعد سويناه من نفس الخلال الخضر لحد الان توه خضر، سوينا من الاتشار وبعد طلع مميز وجدا، وسوينا الخل، خل التمر بعد جدا جدا مفيد لو تقرا عنه. بس طبعا احنا لازم خليفات فهد بكره غدا بكره بيض الله وجهك والله تشرفونا في محلكم ومكان ان شاء الله. يوسف يعني انت تكلمنا عن هذه الاصناف، علي معانا على التلفون. علي يعني نشوف ابداعات الشباب اصحاب المزارع، يعني وصلنا مرحله اللهم لك الحمد انتاج قطري، نشوف جميع الانواع كلها موجوده، ايضا حتى التمور في وقت الرطب. ايضا انت يا علي مزرعتك تكلمت عن التين واللي بينزل لي اول مره من 620 نوع الى 300 نوع، وايضا الالوان الموجوده فيها. نبغى نتكلم ايضا عن الفوائد بغض النظر عن اذا دخلنا في المجال الاسلامي مذكوره في القران التين والزيتون، وايضا الرطب اللي عندك، هل الرطب اللي عندك في انواع مثل هذه موجوده، فوائدها، انواعها، طعمها؟ والله الرطب احنا يعني انتاجنا بسيط، ما عندنا تركيز نفس اخونا يوسف طاهر. صحيح. وتركيزه ما شاء الله اغلب مزرعته يعني مركز على الانواع هذه. انا ما عندي التوجه الرطب، اشارك طول السنوات والمعارض اللي فاتت كنت اشارك، لكن مشاركتنا كانت بسيطه لان انتاجنا اساسا بسيط في الرطب. لكن اللي احب اقول لك اياه الله يحفظك انه احنا بعد بنمشي على نفس الخطا، انزين، والخطوه الثانيه ان شاء الله اللي هي المنتجات المصاحبه للتين، سواء التين المجفف او المربى او كل المشتقات المتعلقه بالتين، ان شاء الله هذه ضمن الخطه الجايه باذن الله. ممتاز علي، يعني نلاحظ ان يمكن احنا كمستهلكين المستفيدين ان في تنوع في السوق، وايضا انكم دخلتوا في المجال الثاني متعودين على الرطب فقط رطب، ولكن يوسف الله يعطيه الصحه والعافيه ويبارك في حلاله جاب الاتشار وجاب الخل، كذلك عندنا اخونا علي كذلك جاب التين ولكن ايضا قال راح يوصل الى مربى. علي قبل ما نرجع حق يوسف، هل مثل هذا اللي انتم تسوونه هل هناك دراسات استشارات تجارب موجوده؟ نعم، انا نفس ما قلت لك عملت تجارب طوال السنه ونص الى سنتين، كل هذه التجارب على اساس ان اوصل حق الاصناف اللي انتاجها غزير، اللي جودتها عاليه، اللي تتحمل اجواءنا في قطر، هذه كلها ما جات الا من تجارب. وطبعا السوق، اذا تتكلم عن السوق متعطش حق النوع او الانواع او المنتج نفسه التين. انت شايف انواع كثيره توصلنا من دول متعدده لاصناف التين، صحيح طازجه، لكن غير لما تنقطف من المزرعه وتوصلك على طول كمستهلك خلال ساعه صحيح. ولا ساعتين من المزرعه الى الرفوف او الى المستهلك، توصلك طازجه 100%، توصلك بمذاق مختلف،
يعني هذا اللي يميز المنتج المحلي سواء في الرطب أو التمور أو التين أو حتى الفواكه أو الخضروات، كلها هذه طازجة توصل من المزرعة إلى المستهلك في غضون ساعة خلنا نقول. نعم الله يوفقكم إن شاء الله يا أبو أحمد. إحنا يمكن بالأمس فهد يعني استضفنا حمد الشمري من وزارة البلدية وتحدث عن البحوث الزراعية. نعم. تحدث عن الاستزراع النسيجي للنخيل وعملية زيادة موسم الإثمار لأنه يكون أطول إلى من الفترات الحالية. هل أبو أحمد استخدمته الاستزراع النسيجي؟ طبعا في بعض الفصائل أنا جبت عدد كبير من الأنسجة واستعنت في وزارة البلدية في البحوث الزراعية في مزرعة روضة الفرس في الإخوان حمد الشمري وغيره خالد، وأنا يعني تواصلت معاهم في تطوير المنتج وفي استمرارية. بس جربت زرعت من الزراعة النسيجي؟ أي زرعت منه وطلع منه إنتاج وخذيت منه فسايل ما شاء الله. والعام أنا زارع من الأمهات 125 فسيلة وكل سنة هكذا يعني في ازدياد، وفي بعض النخل أنشيلها يعني خلاص تكبر ويصير طرحها ما هو بالطرح المناسب فأنا أجددها بالشيء اللي أنا يناسبني. فسبحان الله هاي النخلة مباركة، يعني أنا أقول يعني يمكن صحيح. لو تقول لي تكلفتها بقول لك تكلفتها عالية معي. نعم. بتقول لي إيش اللي حببك فيها بقول من الله سبحانه شلون عشقتها. صحيح. والعشق من الله سبحانه. يقول ساعات تنحط في النينة وما تقدر تطلع منها، فأحس يعني في أحاسيسها في وجدانها في وجودها في إرثها التاريخي بركة. نعم. حتى صحيح. كانت عندنا رسالة مع الفنان القدير يوسف أحمد الرسام أن تقديم رسالة كأس العالم كانت بأوراق شجر شجرة النخلة لأنها ما يوسف لو ما نتكلم إحنا عن الرطب ما رح نوقف، ولكن الوقت تاركنا وأبشر بالعوض إن شاء الله. يسلم. يوسف بن أحمد طاهر صاحب أحد المزارع، نقول لك الله يبارك لك في إنتاجك، وأيضا علي بن أحمد الكعبي أيضا صاحب مزرعة والله يبارك لك في إنتاجك ويوفقكم أنتوا الاثنين وكل المزارعين القطريين في المعرض القادم الذي سوف يقام من 27 من هذا الشهر إلى 12 من شهر أغسطس القادم. شكرا جزيلا لكم وأتمنى لكم كل التوفيق. يا مرحبا. أكيد نتمنى لهم التوفيق. علي بن أحمد الكعبي سلم على عيسى بن سعد الله يهينك. وبذلك نكون وصلنا مشاهدينا إلى نهاية هذه الحلقة من ترحيب. لأي اقتراحات أو استفسارات وللتواصل مع فريق عمل البرنامج يمكنكم التواصل عبر بريد برنامج ترحيب الإلكتروني أو متابعتنا والمشاركة عن طريق حساباتنا على الفيسبوك والتويتر والإنستغرام. أكيد يا فهد ما بقدر نقول لكم فما الله.